الدورة هي الجلسة، هي المحاولة الثالثة لإتمام دورة استثنائية، وهذه الجلسة اللي يمكن الجلسة الثالثة. الدورة كانت تتمر، هي دورة عادية، أنا في وجهة النظر ديالي هي دورة كباقي الدورات. الاختلاف فيها أنها في جدول الأعمال ديالها كاين نقطة ديال ملف السكن، هذه النقطة اللي كتبقى حساسة في المنطقة، وفين ما كيكون دورة فيها هذه النقطة. نعم، نقطة حساسة، المسألة الحساسة في هذه النقطة، لأن السكن هذا سكن ما كاينش شي حاجة اللي حساسة. لا، هي نقطة حساسة لأن الملف شائك، الملف كيعرف تطورات سريعة جدا، وكيعرف الملف ديال السكن في حد ذاته كيعرف إقصاءات كبيرة، وكيعرف احتجاجات وتحقنات، وكيعرف تجاذبات سياسية، وهو ملف على هذا الشكل هذا منذ سنين، ماشي عاد جديد. هو قبل في المجلس اللي قبل من هذا والمجلس اللي قبل منه، هذا الملف ديال نقطة السكن ملي كتدرج فعلا كيكون واحد الاحتقان في الشارع في عين حرودة، وهذا كيأثر مرة إيجابا ومرة سلبا على سير الدورات اللي فيها هذه النقطة. هذه سبب ديال الإيجابية والسلبية فيه، لأن دابا حنا كنقولوا هاد الناس هادو غادي يستافدوا ديال حربين، ولكن المنطقة اللي تعطاتهم باش يستافدوا فيها هي منطقة بعيدة عن المنطقة اللي عاشوا فيها، كبروا فيها، كما قلتوا في الدورة وفي الاجتماع ديالكم، على أنهم كيتقوت من هذيك البلاصة، ربما اللي كيخدم في البحر، ربما اللي كيخدم في بعض الأعمال الأخرى. شنو كتبغوا توصلوا بالضبط في هذه النقطة هذه ديال يتهزوا من الحربيلي بني يخلف من جماعة لجماعة؟ واخا، هو السؤال ديالك فيه ثلاثة الأسئلة. أنا غنجاوبك على السؤال الأول، شنو هو الإيجابي شنو هو السلبي في إطارة الملف ديال السكن في الدورات ديال المجلس الجامعي لعين حروده. الايجابي هو انها تتعيد الظهور ديال الملف ديال السكن على الساحه ديال عين حروده، وكتبين المواقف الحقيقيه ديال الساكنه وديال الاعضاء، هذا اللي هو ايجابي. اللي هو سلبي هو ان للاسف كاينه بعض العناصر لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا جمعويا كيحاولوا ان يعتموا على الملف، والدليل هو النقطة اللي تحطت في الدورة. النقطة تحطت أنها كتثير إشكالية السكن في المفهوم ديالها الفضفاض، يعني ما حنا محددناش. أنت دابا ملي كطرح عليا السؤال كطرح عليا السؤال على الدواوير المقصية، يعني حربيلي وبوسروج والمرجة والعين، هذه الدواوير المقصية. هذا بوحده، هذه بوحدها ملف في الملف العام ديال ملف السكن. هاد النقطة هذه حسب السؤال اللي طرحتي، أن الناس كتشوف أن من الحيف أنها تنتقل من عين حرودة، يعني من حربيلي بعين حرودة لبني خلف. هاد المسألة هذه الكل هو مع الساكنة. حنا من البداية ديالنا في المجلس السابق كنا أيدنا بشكل علني وواضح الساكنة ديال حربيلي وديال بوسروج والعين والمرجة، لأن من الطبيعي أن الناس ساكنة حدا الحي الصناعي. واحد كيمشي للحي الصناعي عنده 5 دقائق للعمل ديالو، غيولي مضطر انه ياخذ دو نافيت ولا دو ترونسبور باش يوصل لبني خلف. هذا الشيء قبل ما كتجي المؤسسات المسؤوله على التسيير وعلى بلوره الملف ديال السكن الارض الوجود، خاصها تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. هاد الساكنه اللي كتقتات في مجمل ديالها، اما من المنطقه ولا من حدا البحر ولا من لي فيغايور اللي كاينين تما ولا من الحي الصناعي، ملي كنحط انا برنامج ديال اعاده الايواء خصني نحط برنامج ديال اعاده الايواء ناخذ فيه هاد الحيتيات وهاد التفاصيل بعين الاعتبار. وانا كنظن ان عموما السياسه العموميه في المغرب هذا هو مكمن الخلل فيها، هي انها لا ترتقي انها تدرس التفاصيل في كل الملفات ديالها، لان التفاصيل اللي كدير الفرق. اما ملي كنهضروا عموما راه نقدروا نهضروا على الملف ديال السكن عموما في العالم كامل، ونهضروا على اعاده الايواء في المغرب كامل، وغادي نلقاو ان كاين توازنات والمسائل مقبوله. ولكن ملي كنهضروش بالتفاصيل وما كناخذوش بعين الاعتبار المعاناه ديال الساكنه، وناخذوا هذه الحيتيات هذه بالدليل وبهذا، ونعرفوا ان التجمعات السكنيه مبنيه على القبلية وعلى الاجتماعية وعلى الأسرية وعلى العمل وعلى الخدمة وعلى المصدر القوت اليومي ديال هاد الناس، فاحنا أكيد أننا كنبرمجوا بشكل خاطئ. طيب، وتحدث فكرة باختصار في تقييم ديالك الدورة المجلس الجماعي من بعد 9 شهور من التنصيف ديالو باختصار. هو أنا تتبان لي 9 شهور غير كافية باش أنا ندير واحد التقييم ويكون صحيح. أنا كتبان لي مجموعة ديال النقط كانت إيجابية، وأنا يا ماشي النوع زعما اللي كيدير المعارضة من أجل المعارضة، أنا كندير المعارضة في لو سونس أن ندفعوا هذا المجلس نحو قرارات اللي هي إيجابية وللصالح العام. وبالتالي أنا كنشوف أن المجلس دار مجموعة خطوات مهمة، ولكن خصو يكملها.
وملف السكن خصو يكون اكثر جراه، وكنظن ان الاعضاء جا الوقت باش يتحلاو بالجراه ويتحلاو بالقناعه التامه ان 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 ملف بحال هذا ديال السكن خصو يتخاذ بجراه فعلا، ماشي يقولوا ان احنا كناخذوا الملف بجراه. الجراه راه هي ملي نطرح على الاقل غير السؤال نطرحه واضح باش نقدر نجاوب بوضوح. لا بالنسبه للمشكل ديال السكن، بعض الاحزاب الاتحاد السياسي رغم الانتخابات باقا بعيده، شوف يا صديقي، دابا هو الملف ديال السكن هو ملف كان كبير وملف شائك في عين حروده، وقبل من الطريقه باش 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 خداو الناس الملف خداتو جمعيات، وكانت على راسهم جمعيه بيكي للسكن اللائق، ومن بعد تاسست التنسيقيه اللي هي اللي خدات الخطوه المهمه في الملف. كانوا مجموعه جمعيات، انا لا اذكر الجامعه، انا فهمتي ما كنقولش جمعيه دون اخرى، ولكن انا كنقول لي انا اللي مقتنعه اكثر بطريقه العمل ديالهم. فالتنسيقيه قامت بدور مهم، الناس دارت وقفات، والملف عرف تطور ايجابي، وتحولت المطالب من خداو الناس في العوض اللي كان مقترح انهم ياخذوا شقق، خداو بقع، وهذا كان نجاح منقطع النظير في ملف السكن في عين حروده. وبالتالي يعتقد البعض ان اي موجه جات لدراسه الملف او لاعاده توجيه الملف فهو مطيه ان يوصلوا سياسيا. هو الاشكال اللي كاين هو ان هاد الجمعويين هادو هما السياسيين بالاصل، ماشي انا غندير العمل الجمعوي باش نوصل للسياسه. فهنا فين كاين الاختلاف، والناس ما كتميزش ما بين هاد جوج الحوايج. وانا غنقول لك الخلاصه ديال هادشي، انا وجهه نظر ديالي، يا سيدي يركبوا عليه الاحزاب ولا يركبوا عليه سياسيا ولا لا، المهم يوصلوا، هذا هو المهم. شكرا على التوضيح. يعني ما بغيتش ليلى، شريف ليلى، واحد السؤال خاص. مرحبا. نتمنى على انك بما هي صريحه حضرت العديد ديال الدورات. انا كنظن ان هو، انا ما عنديش معلومات غير تخمينات ديالي. انا كنظن بان المكتب اللي كاين دابا مقسمين الاعمال ما بيناتهم. سعيد التومي غيكون هو اللي مكلف بالدورات، والرئيس عنده انشغالات، لانه لا اظن انه يل ديليك زعما لي زاكتيفيتي ديالو اللي كيديرهم البريزيدون لشي حد اخر كيديرهم بنفسه، وبالتالي كنظن هذا هو التقسيم اللي كاين. يعني هذا موضوع شائك كيف قلتي انت، هذا ديال السكن وكذا، نورمال حتى حضور الرئيس له شحنه خاصه في هذا الموضوع هذا، خاصه ان المنطقه كلها عندها هذا المشكل ديال السكن وديال الاستفاده من السكن. هو 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 الرئيس، انا بالمعرفتي الخاصه به، الرئيس من النوع ديال الناس اللي خصو يطريطي معاك ان بروبليم خصو يلقى ليه حل. فانا كنظن لاعتقادي ان الحل لا زال غير واضح، وما عندوش مقترحات جديه يحطها للساكنه، فما نظنش انا هو غيجي يتواجه مع الساكنه ويتواجه مع الاعضاء وما عندوش مقترح حل. انا كنظن النهار اللي غيجي فيه الرئيس يحضر فيه جلسه فيها نقاش ديال النقطه ديال السكن خاص يكون فيه يدو حل للساكنه، وانا اكيده من هذه المساله هذه. بدون حل لا يوجد رئيس. لا، السي محمد ما يجيش الا ما عندوش ما يقدم للساكنه، انا اعتقد. شكرا. مرحبا.